ما الذي يجري؟ هل من حدث مهم من اليوم؟ دو، لقد قررنا أن نحتفل اليوم بعيد الفتيات وأحضرنا بعض الهدايا للجميع. مرحى. أوه، أزهار التوليب، إنها زهرتي المفضلة. شكراً يا ري، رائحتها جميلة. وكتبت قصيدة. الفتيات رائعات، لا بل مذهلات. أسمعتموه؟ نمرح معا ونقفز ونلعب ونركض. إنها قصيدة رائعة يا سول. لقد صنعت هذا بنفسي يا لا. إنها لك. أوه، لم تنكسر. إنها مريحة. شكراً يا أفا. سي سي سي، هل تريد إهدائي حصالة نقودك؟ سي، كم هذا لطيف. شكراً يا سي. إنها ثقيلة جداً. هذه ليست هدية، بل هي مجرد أزرار. إنها هدية رائعة يا صغيري سي، وسحرية كذلك. كيف يمكن لزر أن يكون سحرياً؟ الأمر بسيط يا سول، سترى بنفسك. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. أرقام كثيرة في كل مكان، أحرف جميلة من كل الألوان، إن كان مثلثاً أو مربع، في هذه الجزيرة كل شيء يصنع. كل شيء يسطع. أرقام كثيرة في كل مكان، أحرف جميلة من كل الألوان، إن كان مثلثا أو مربع، في هذه الجزيرة كل شيء يسطع. صغيري سي، هذه الأزرار جميلة جدا. مؤسف وضعها في الحصالة. ما رأيك أن نزين قبعاتنا بها؟ إن كنا تبدون أنيقات جدا. حان وقت تناول الوليمة الآن. أعني وليمة فطيرة التوت. لا
لم أكن أعلم أن اللعب بأزرار بسيطة ممتع لهذه الدرجة يا دو. تعلمنا الحياة أن أبسط الأمور قد تكون أثمن الكنوز. سأجرب ارتداءه. أعلم بوجود بطاريق ملكية، لكن هل توجد راكونات ملكية؟ لنكتشف ذلك. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. سأحطم حواجزي، لا للكسل والملل، سأظهر مهارتي في الحال. دعونا نبتهج بالتحدي، من هو السريع؟ من الرياضي؟ من سيصمد في التحدي؟ أنا الملك وبجهدي. إن كان تاج ملكي سأقيم حفلا يسعدني، سأسعد كل من حولي وسنرقص أيضا ونغني. لسول فسنتسابق دوما، وإن كان التاج للا فسنرقص طوال الوقت. سي سي، هل تعلمون إلى أين ذهب سي يا ترى؟ ها؟ هيا بنا لنحضر له مفاجأة، حديقة ملكية حقيقية.
يا لجمالها! سي! قدم لنا سي الصغير طعاماً ملكياً. فهمت الآن، إن الملك الحقيقي لا يثار الأشياء لنفسه بل للآخرين. فليحيا الملك السخي الصغير سي! يقدم طعاما شهيا. المكنسة الكهربائية. هذا ممتع. ووهو! سأنظف هنا أولاً، وكذلك هنا، وهنا أيضاً. أوه، إن هذا ممل جداً. الثقلبة ممتعة. العلوم ممتعة أيضاً. وكنس الأرض. كنس الأرض ليس ممتعاً. غير صحيح، المكنسة الكهربائية ممتعة جداً. ماذا تعني المكنسة الكهربائية؟ لدي فكرة، لنؤلف أغنية عن المكنسة الكهربائية. يمكنني فعلها. تعالوا لنغني ونفرح ونكتشف ونمرح. يراودني في ذهني سؤال، ما اسم هذا الشيء في كل الأحوال؟ ينطلق في أي اتجاه، يزيل الغبار ولا يأبه. ما اسم هذا الشيء قولوا لي، خرطومه طويل ساعدوني. هيا بسرعة، إنه فيل. تنظيفه أيضا جميل. نتعاون كلنا مع مكنسة الكهرباء، سننظف غرفنا ونرقص معها في الأجواء. مع المكنسة نسافر لرؤية القمر في الفضاء،
بسرعة الصاروخ نعلو نغادر، نجوب الأرض في السماء. إن شعرتم بالملل، المكنسة هي الحل. اربطوا الأحزمة للسباق، حان وقت الانطلاق. نتعاون كلنا مع مكنسة الكهرباء، سننظف غرفنا ونرقص معها في الأجواء. جميلة. دو، أعطني إياها، علميني كيف أمسكها. أوه، بقي خيط. لا، أعطني إياها. دو، أيمكنني تجربتها؟ إنها كمرشة المياه لكنها تفعل العكس. المكان نظيف. دو، لقد أحببت هذه اللعبة. سي، وأنا أيضاً. التنظيف ممتعاً حقاً. لدي فكرة، لنرمي الأوساخ وننظف المكان مجدداً. من الأفضل أن نرقص جميعاً. هلموا يا أصحاب لنعزف الألحان. المكنسة الكهربائية.